أبو محمد الحسن وقعت عليه ما وقعت ها وأحاطوا به من كل جانب وبقي 9 أيام يعالج ذلك الجراح. يدخل عليه الإمام الحسن، الإمام الحسين يدخل على الحسن فيراه على تلك الحالة، يتوجه إلى الإمام الحسين صاح الحسن: يا حسين يا راعي الحمية، صاح الحسن: يا حسين يا راعي الحمية يا أخوي، كل القام خانت بالوصي، آخ لحت ولتنا عقب حدر العدوان، وضعنا يا خويا بهالبلد ما بين كوفة، مدري نسالم لو نحاربهم يا فرسة، ثارت أشبال المرتضى كلها سوي قدامهم شيخ العشيرة الحسين شهر سيفه، قال: يا أبا محمد أمرني قدامهم شيخ العشيرة رافع الصوت ينادي: يا أبو محمد حلالي دونك الموت، تفداك يا ابن امي حلايلنا والبيوت، وجرد الصارم وانت خبن الحنفي. يا حيهم اولاد علي، محمد من جانب، العباس من جانب، امرنا يا ابا محمد ارواحنا لك الفدا، وعباس جاهم شاهر السيف بيمينه، وظل ينتخي ولاح الغضب ما بين عينه، قال له: يا ابو محمد يا سلطان المده، خلي العتب واسمع كلامي يا شفيه، أويلي 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 يا ابن النبي وحق والدي، زراق الرخام لو تجتمع أشكار من الكوفة إلى الشام، يا ابن النبي والله يا فلن خليك تنضام، وجرد الصارم وانت خبن الحنفي، قالهم: صواركم يا فرسان يا فرسان اغمدوها، وصواتكم للغاضرية الغاضرية ادخروها، بذلوا النفس دون ابنة الهادي الهادي واخوها، منا يشيب الراس يوم الغاضرية، أسد تدافع عن حرائر أحمد. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم اشف جميع المرضى سيما المنظورين. اللهم فرج عن الأسرى والمسجونين. اللهم ارجع المغتربين والمسافرين سالمين. اللهم احفظ جماعتي الحاضرين مستمعات ومستمعين. تقبل منا ومنكم ومن القائمين والمساهمين إلى أرواح موتاهم وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح علمائنا شهدائنا خطبائنا صلحائنا ساداتنا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات محمد وآلي محمد. اللهم صل على وآلي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة.